السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسين. راني درت لكم مرة فيديو على هذه اكس سي ام جي، وجعلتكم كيف تصعدوا السهم، كيف تصعدوا تخرجوا التلسكوب. التلسكوب تضغط على هذه وتدفعها لهذه الطريقة يخرج التلسكوب، وتتركها بهذه الطريقة تعمل السهم، معناتها تغير بين السهم وبين التلسكوب. هذه الأزرار وريتكم كذلك في الفيديو السابق، كاع هذه الأزرار، مفتاح الوصل هذا، وهذا المختص بالتريد الثاني، هذه تاع الروتاسيون حرة جرس، هذه كذلك تاع روتاسيون يمين يسار. أنا جايكم هنا على جال هذا جهاز التحكم. كيفاه كمبتدئ تحتاج شيء واحد فقط، مع اللي تشغله تستطيع مثلا تغيير عدد لفات الكوابل، تدخل لهذه هاي من هنا تنزل وتصعد، تدخل لهذه تجعلها اوكي. انا اخطأت سمحوا لي. نقرا لكم اول شيء، نقرا لكم هذا باختصار، بعد ذلك ندير لكم على فيديوهات ان شاء الله بالتفصيل قدر ما استطيع. انت كمبتدئ تستطيع ان تغير عدد لفات الكوابل، تاتي لهنا عام عدد لفات الكوابل، عام عدد لفات الكوابل، هاي تغير هذا العجله. وعندما تريد ان تعد تاتي لهذه الجهه هاي، هنا هاي غيرت الجهه هذه وتغير مثال، ثم تجعل اوكي. بعد ذلك اوكي مره اخرى، تعطيك الى الصفحه الرئيسيه. هذه الصفحه الرئيسيه، نقرا لكم بعجاله هذا الجهاز. ها هنا عدد لفات الكوابل، هذه راه تاع اكس سي ام جي 2016 2017، كذلك راه نفس الشيء. 2018 هذا الجهاز التحكم راه نفس الشيء. لا علينا، تكون هذه اوم، هذه اوم، هاي نفس هذه، معناتها الكود هذا الاول هو ستوندار العجله 100%. وكذلك السهم يساعد، لا يوجد سهم مساعد، يوجد سهم مركزي فقط. هنا عدد لفات الكوابل، هذه الارجل 100%، وهذه 360 درجه الدوران، راه باللغه الانجليزيه، المفروض تاتي بالفرنسيه كي نعرف لها. هذه قدره الحموله تاعك، ترى بعينك حتى مثل اي رافعه، حتى 90% تبدا الجرس وتوقفك 100%، تبقى لك هذه 30%. هذه 18.8، معناتها راه قدرة الحمولة تاعك 18% فقط، ترى هنا بالأرقام، وهذه ترى بعينك. هنا هذه تاع البارامتر تاع التثبيت تاع الأشياء، مثال عندما تدخل الجهاز تبدأ تتحكم فيه مثل هاتف النقال. هنا هذه الطول تاعك، طول تاع التلسكوب خارج 23 متر، وهذه المدى تاعك 9 أمتار، وهذه الزاوية 64.5، ودي 22 طول تاعك. هنا حمولة القدوة القصوى في هذه الوضعية 16.62 طن، 16.5، وهذه كم تحمل الحمولة تاعك الحالية، وهذه الوزن المضاد حسب الرافعة الكبار. فهمتوا؟ نكتفي بهذا الفيديو في هذا المختصر، هذه الصفحة الأولى. ان شاء الله ندير لكم فيديوهات اخرى. راني قبل ما كانش تحتليش فرصه، راه واحد الصديق اعطاه كذلك، هو دعوة خير اسمه ياسين، هو اللي اعطاني الرافعه، وراه هو اللي خلاني امس في هذه الازرار. قبل ما كنتش اعرف لها، راني الحمد لله تعلمتها. والسلام عليكم ورحمه الله.